بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنا في الصلاة إلى هذه الآية العظيمة من آخر سورة الزمر، هي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر الآيات. فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس أن من تاب إلى الله قبله الله وغفر له ولو كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه. قوله تعالى يا عبادي، هذا فيه اللطف من الله سبحانه وتعالى، مع كونهم أسرفوا على أنفسهم الذنوب والمعاصي فإن الله سبحانه يناديهم ويقول يا عبادي، فهم لم يخرجوا عن كونهم من عباد الله سبحانه. العبودية الخاصة، أما العبودية العامة فهذه يدخل فيها كل الخلق عباد الله جل وعلا. يا عبادي الذين أسرفوا، أي أكثروا من الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تسبب لكم كثرة الذنوب والمعاصي القنوط من رحمة الله فتظنوا أن الله لا يقبل توبتكم، بل الله جل وعلا يقبل التوبة مهما كان التائب، يقبل توبة الكافر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويقبل توبة العاصي من المؤمنين ولو كثرت ذنوبه فإن الله يغفرها جميعا إذا تاب إلى الله توبة صحيحة. والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للعبد أن يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كما أن الأمن من مكر الله، وأن الإنسان يتمادى بالمعاصي ويعتمد على الرجاء ويقول الله غفور رحيم ويتمادى في المعاصي، فهذا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن يتوب إلى الله عز وجل وإن كثرت ذنوبه، والمطيع لا يأمن من أنه ينحرف وأنه يعصي، بل يخاف من الانحراف، خاف من الفتن، خاف من الشرور، فيحاذر الفتن ويبتعد عنها ويحذر من الذنوب والمعاصي. هذا منهج المسلم، أنه يكون بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف من عقاب الله، لا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يخاف فقط حتى يقنط من رحمة الله، بل يكون خائفا راجيا، كما كان الأنبياء
يخافون الله ويرجونه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فالتوبة تجب ما قبلها إذا كانت توبة صادقة، والتوبة معناها الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله وإلى طاعته، وذلك بأن يندم على ذنوبه وأن يتركها ويقلع عنها وأن يعزم أن لا يعود إليها. وإذا كانت المعصية فيها ظلم للناس التعدي عليهم فلا بد أيضا أن يرد إليهم حقوقهم ومظالمهم وأن يطلب منهم المسامحة، هذا هو التائب حقا. وكلما تكررت الذنوب تتكرر التوبة، كلما عصى الله تاب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالله جل وعلا يدعونا إلى التوبة ويرغبنا فيها ويعيدنا بأنه سيتوب علينا إذا تبنا إليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا ربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، يدعونا إلى التوبة، وهو ليس بحاجة إلينا، لكننا نحن والمحتاجون إلى توبته، فمن لطفه بنا أنه يدعونا ويرغبنا في التوبة ويعدنا أن يستجيب لنا، هذا من كرمه وجوده وإحسانه، وإلا فهو غني عنا، تبنا أو لم نتب ملكه تام لا ينقصه شيء، ولكن من رحمته بنا أنه يدعونا لمصلحتنا ويأمرنا بالتوبة من الذنوب ويعدنا بالمغفرة من أجل مصلحتنا نحن. فعلينا أيها الإخوة أن نتذكر هذا، أولاً على المسلم أن يبتعد من المعاصي ويبتعد من الفتن مهما أمكنه ذلك، ولا يزكي نفسه ويقول أنا ليس علي خوف، أنا أعرف الحق وأنا أعمل الصالحات وأنا مطيع لله، ثم يغامر بنفسه في مهاوي الفتن والشرور، هذا من الغرور والعياذ بالله. لكنه إذا وقع في المعصية فلا يقنط من رحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالباب مفتوح، الله جل وعلا فتح باب التوبة ولا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها في آخر الزمان، فباب التوبة مفتوح لكل الناس. ولكن هذا بالنسبة للعموم، أما بالنسبة للأفراد فإن باب التوبة ينتهي عند حضور الموت، عند غرغرة روحه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغرة، تبلغ الحلقوم، فحينئذ لا يقبل منه توبة. الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. هذا من لطفه سبحانه وتعالى، فتعرض لهذه النفحات
وقم من آخر الليل وصل ما تيسر لك من التهجد واختمه بالوتر، ثم استغفر، اشتغل بالاستغفار حتى تحضر صلاة الفجر لتكون من المستغفرين الأسحار ومن الذين قال الله عنهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فلا تنسى نفسك أيها المسلم، لا تنسى نفسك وتنسى ربك، فتكون من الذين نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وفق الله الجميع لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أذنبوا استغفروا وإذا أعطوا شكروا. نسأله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على الدين الحق والصراط المستقيم، وأن يتوفانا وإياكم والمسلمين توفانا على الإسلام غير مبدلين ولا مغيرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أشكر الشيخ على هذه الكلمة القيمة والمباركة، وأسأل الله جل وعلا يسدد مبارك كل خير ويطيل عمره في طاعته. وننتقل إلى الأسئلة. هذا سائل يقول: توسع كثير من الناس بقولهم الهداية من عند الله، فبعضهم توقف عن التذكير والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن الهداية من عند الله. حبذا لو بينت المقصود بالهداية من عند الله، وهل بينهما تناقض مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، الهداية بيد الله، هداية التوفيق، هداية التوفيق بيد الله. أما هداية الوعظ والدلالة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه بأيدينا، هذه مهمة الرسل ومهمة الدعاة إلى الله عز وجل، أنهم يهدون الناس إلى الحق ويبصرونهم ويعظونهم ويذكرونهم. هذه أسباب للهداية التي بيد الله. الله جل وعلا إنما يمنح الهداية في القلوب، يمنحها لمن فعل السبب وبذل السبب. أما إنسان يتمادى في المعاصي ويقول الهداية بيد الله، هذا احتجاج باطل. الله جل وعلا أمرك أن تتوب، أمر العلماء أن يذكروا وأن يعظوا وأن يدعوا الناس، هذا الذي أوجبه الله علينا. وأما الهداية، هداية القلوب وقبول الحق، فهذه بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. ولكن الله قال برسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني هداية الدلالة والإرشاد والموعظة والنصيحة، هذه يملكها الرسول ويملكها العالم، يبين، أن يدعو، أن يرشد، أن ينصح، وهي سبب لحصول الهداية في القلوب، والأمور مربوطة بأسبابها. نعم. الله إليك. يقول: كيف يتوب إلى الله رجل نجح في أثناء دراسته بالغش وأخذ شهادة بعد ذلك وهو الآن يعمل، هل راتبه حلال وماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. فعله محرم ويأثم عليه، أما وظيفته إذا قام بها على الوجه المطلوب وأدى العمل على الوجه المطلوب فإنه قد أدى ما عليه، ولكنه يأثم على تزويره وعلى كذبه، يأثم على ذلك. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوم بالعمل الذي تولاه على الوجه المطلوب. نعم. صلى الله عليك. هذا السائل يقول: ما معنى التوبة النصوح؟ توبة النصوح الخالصة، توبة النصوح هي التوبة الخالصة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح،
يعني خالصة، ليست توبة باللسان فقط أو استغفارا باللسان فقط مع الإقامة على الذنوب والمعاصي، هذه لا تنفع. التوبة النصوح هي التوبة بالقلب والتوبة بالفعل والتوبة باللسان، لا بد من هذه الأمور. نعم. الله إليكم، يقول أنا كثير الاستهزاء بالقرآن وأتوب دائما، فهل تقبل توبتي؟ نعوذ بالله من ذلك. الاستهزاء بالقرآن ردة عن الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا خطير جدا. لكن التوبة مقبولة إذا تبت إلى الله توبة صحيحة وندمت ورجعت وتركت هذا الشيء، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. نعم. صلى الله عليكم وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على حبكم الله. وسؤالي، هل للتوبة شروط نرجو إفادتنا بها؟ سمعتم الشروط في أثناء الكلمة. توبة فيما بين العبد وبين ربه لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب الذي تاب منه. الشرط الثاني العزم أن لا يعود إليه مدى الحياة. أما من تاب في وقت وهو ينوي العودة في وقت آخر، كالذي يتوب في شهر رمضان ثم بعد شهر رمضان يعود إلى الذنوب، يبيت النية على هذه العودة إلى الذنوب، هذه توبة مؤقتة ولا تقبل. توبة لا بد أن تكون مستديمة، ينوي أن ويعزم أن لا يعود إلى الذنب. الشرط الثالث الندم على ما حصل منه، يندم كل ما تذكر هذا الذنب فإنه يندم على ذلك. هذا دليل صدق التوبة. وإذا كانت التوبة بين العبد وبين الناس في حقوقهم ومظالمهم فينضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط رابع، وهو أن يرد المظالم إلى المظلومين وأن يطلب المسامحة منهم. نعم. الله إليكم. يقول سؤالي، أني أخذت من شخص ما وهو لا يدري، ثم تبت إلى الله وأرجعت له المال وهو لا يدري، فهل فعلي صحيح؟ نعم، فعلك صحيح بعض الشيء لأنك أديت المال إليه، لكن بقي المسامحة، تطلب منه المسامحة. لأن يجب عليك أمران: أولا رد المظلمة إلى صاحبها، الأمر الثاني أن تطلب منه المسامحة عما فعلت وتعترف له بما حصل. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول عفقت والدي وأشعر بالندم العظيم على ذلك، ولكن قد توفي أحدهما، وماذا أفعل وبماذا توفيهما؟ لا شك أن عقوق الوالدين من أعظم الكبائر بعد الشرك، ولكن لا يمنع هذا من التوبة. تتوب إلى الله عز وجل وتحسن إلى والديك وإن كان ميتين، وذلك بالدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما، الحج والعمرة، فتهدي لهما من الأعمال الصالحة ما ينفعهم الله به. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية تصدق عن والده الذي عققته، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ادعو لوالدك الذي عققته في حياته، ادعو له وأكثر له من الدعاء، تصدق عنه. إذا كان عليه ديون سددها عنه وأبرئ ذمته، هذا من البر بعد وفاتهما. نعم. الله إليكم. يقول أتأخر عن الحضور للدوام وأقصر في القيام بعملي وأشعر بالذنب، فهل أخرج شيئا من المال صدقة مقابل تقصيري أم ماذا؟ لا يكفي أنك تشعر بالذنب، لا بد أنك ترجع عن هذا العمل، فتحضر وقت الدوام من أوله إلى آخره
إلا إذا كان لك عذر شرعي يسمح النظام به فلا بأس، أما أن تتأخر من باب عدم المبالاة والتساهل هذا أمر لا يجوز، عليك بترك هذه الخصلة أن تحضر وأن تؤدي العمل، وما فات وقد حصلت على دراهم وأنت لم تؤدي العمل فإنك تتصدق أو تتخلص من هذا المال بإعطائه للفقراء، هذا عن الماضي. أما أنك تستمر تقول بتصدق وبأستمر على التباطي والكسل عن العمل هذا لا يبرئ ذمتك. صلى الله عليه وسلم يقول ارتدت أشخاصا وأخشى إن ذهبت أن تسمحهم أن يحمل النساء وشقاهم معهم، ولماذا توجدون؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا ترتب على إخبارك من اغتبته أنه يغضب عليك أو أنه لا يسامحك فإنك تعدل إلى الثناء عليه والدعاء له، تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها تدعو له، وهذا إن شاء الله يرد عليه حقه. نعم. الله عليك. يقول فضيلة الشيخ يقوم الآن بعض التائبين حديثي الاستقامة بذكر ما كانوا عليه من الذنوب والمعاصي قبل الاستقامة، ويريدون من هذا دعوة غيرهم، بل ويذكرون هذا في اللقاءات وتسجل لهم أشرطة، وما توجيهكم ذلك؟ أنتم سمعتم أن من شروط التوبة الندم على ما فات، الندم بالقلب، أما ذكر هذا وذكر الذنوب التي حصلت هذا غير مشروع، ما دام انك تبت الى الله فالله يغفرها ولا حاجة الى ذكرها، الله يعلمها، الله يعلمها ويغفرها لك فلا تذكرها، انما المطلوب الندم في القلب على ما حصل بدون ذكر لها. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول سؤالي هو أني أنا شخص أسمع الغنى وأعطي الله في الصلوات، وكلما أردت التوبة ضعفت همتي، فلماذا تنصحني؟ استمرارك على سماع الغنى والمزامير والمعازف يسبب لك شرورا كثيرا، فعليك أن تترك سماع الغنى سماع المعازف والمزامير، تبتعد عنها لأنها تسبب لك وتجر عليك معاص أخرى وهي السبب في وقوعك في هذه الأمور، فاجتنبها وابتعد عنها. ما يكفي أنك تستغفر وأنت مقيم على الذنب لا تتركه، أو أنك تعمل الأسباب التي توقعك في الذنب، ما يكفي هذا، فاترك الذنب تركا نهائيا وابتعد عن أسبابه التي توقعك، مثل سماع الغنى، مثل النظر إلى ما حرم الله، مثل الاختلاط مع الفساق، مجالسة الفساق، مثل النظر في الشاشات والفضائيات الهابطة، كل هذه أسباب للوقوع في المعاصي فتجنبها وابتعد عنها مع التوبة إلى الله عما حصل وسبق منك. نعم. الله إليكم. يقول ظهر رعاب في الآونة الأخيرة يستضافون بالمحاضرات، وفي ختام المحاضرة يتكلم ويقول من يأتي تائبا الآن له كذا مبلغا من المال، ولكن على هذا التائب أن يأتي بدليل على صدق توبته، فبعضهم يأتي بعلب الدخان أمام المحاضر، وبعضهم يأتي بأشرطة غناء، وحتى أنه أتى أحد السحرة وأعلن توبته، فسؤالي هل هذا الأسلوب مباح مشروع أم لا؟ هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، وأيضا هذا من المجاهرة بالمعصية، أنك تأتي بأوعية المحرم وتأتي بالأشياء وتقول هذا من باب التوبة، الله ستر عليك فلماذا تفضح نفسك؟ هذا من التكلف، والواعظ الذي
يقول هذا مخطئ. المطلوب الستر، والمطلوب الرجوع إلى الله عز وجل والتزام التوبة الصحيحة بدون أنك تعمل هذه الأعمال. الله ما أمرك بهذا، الرسول ما أمرك بهذا، الرسول ما طلب من التائبين أن يأتوا بأشياء كانوا يفعلونها، ما طلب منهم هذا، ستر الله عليهم فيسترون على أنفسهم. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم فضيلة شيخنا، هل من نصيحة لأصحاب الأفكار الضالة والمناهج الهدامة وحثهم على التوبة قبل الممات؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أصحاب الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة عليهم بالمبادرة بالتوبة والرجوع إلى الحق وترك التمادي بالباطل والخطأ والمكابرة قبل أن يموتوا وهم على ما هم عليه فيندموا حين لا ينفع الندم. علينا جميعا، كلنا مخطئون وكلنا مذنبون وكلنا عرضة للخطأ لا نزكي أنفسنا، فعلينا التوبة جميعا إلى الله. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. الله عليكم، هذا سائل يقول: ما معنى هذه المقولة إن استغفار لا يحتاج إلى استغفار؟ نعم، هذه قالها بعض السلف، يقول: الاستغفار باللسان من غير حقيقة، وإنما هو باللسان يحتاج إلى استغفار لأنه ليس استغفارا صحيحا. هذا يقصد به الذي يستغفر بلسانه فقط ولا يترك الذنوب والمعاصي، يحتاج إلى استغفار جديد، استغفار صحيح. نعم. الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ: قد من الله علي الاستقامة، أنا شاب أعزب ولم أستطع الزواج لغلاء النذور عند عائلتنا، وأواجه الشهوة فأقع أحيانا بما يسمى العادة السرية، ثم أتوب وأقع بعد فترة وأنا خائف وحزين تجاه ما أصابني، فما نصيحتكم لي؟ قال الله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف ويصبر، ما قال يعمل العادة السرية، قال ليستعفف. فالعادة السرية لا تجوز لأنها استمتاع بغير ما أحل الله. الاستمتاع إنما يكون في عقد الزواج، في الزوجة أو في ملك اليمين الذي ملكته، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير ذلك، فأولئك هم العادون، ومن ذلك العادة السرية، فإنها استمتاع في غير ما أحل الله. فعليك بالاستعفاف، عليك بالصبر، وجد في الطلب، طلب الرزق والاكتساب من أجل أن تتزوج. ولو وجدت من يقرضك ويساعدك فاقترض من أجل أن تعف نفسك وتسدد له فيما بعد. اسع في أي سبيل يمكنك أن تتزوج وتوكل على الله سبحانه وتعالى. أمر آخر أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الصوم يضعف الشهوة، فعليك بالصوم، صوم التطوع أكثر من الصوم، مع الاستعانة بالله سبحانه والاستعفاف وغض البصر والبعد عن الفتن المثيرة كالنظر بما يثير شهوتك من النظر في الأفلام الخليعة، الشاشات الخليعة والفضائيات، الصور الخليعة في المجلات أو غيرها، النظر إلى النساء السافرات. ابتعد عن هذه الأمور من أجل أن يحفظك الله من الوقوع في المحذور. نعم. صلى الله عليه وسلم، يقول: يقوم بعض الدعاة
وعد الشباب الغافلين ودعوتهم، ويذكر هذا الداعية عن نفسه بعض ما كان يفعله من منكرات ومحرمات وكبائر قبل توبته، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا أجبنا عنه، قلنا لا، الله ستر عليك، وليس هذا من باب الدعوة أنك تذكر المعاصي، ربما يكون هذا من المجاهرة. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ذكرك للمعاصي التي وقعت فيها هذا لم تؤمر به شرعا، عليك أن تستر نفسك، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، وهو نتيجة للجهل، لأن بعض الناس يتكلم وليس عنده علم مع الأسف، فيقع في مثل هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ، سؤالي هو: هل التوبة هي الاهتمام بالظاهر دون الباطن كما هو الحاصل عند كثير من الناس؟ سمعتم الإجابات أن التوبة لا تكون بالظاهر فقط، باللسان فقط، التوبة تكون بالقول وبالفعل والاعتقاد. المسلم يتوب إلى الله توبة نصوحة خالصة لله عز وجل، صادقة، توبة صادقة، ليست توبة الكذابين والمرائين والمنافقين، بل تكون توبة صادقة باللسان وبالقلب وبالعمل أيضا. الذين تابوا وأصلحوا مع التوبة يصلح عمله، أما أنه يتوب بلسانه ولا يصلح عمله هذه توبة غير صحيحة. نعم. الله إليكم. يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية، وبين قول العلماء لا تقبل توبة من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تكبرت عدته أو الساحر ونحو ذلك؟ التعارض بين ذلك، الذي يستهزي بالله أو بالرسول هذا يقتل، يقتل ولا يستتاب، لأن هذا من إقامة الحد، والحد لا يسقط. لكن إذا كان تاب فيما بينه وبين الله فإن الله يقبله، وأما نحن فنقيم عليه الحد. لو أن الزاني تاب قبل أن يقام عليه الحد لا يسقط الحد، إذا تقرر لا يسقط، يقام الحد، وإذا كان صادقا في توبته فإن الله يغفر له. فنحن نقيم الحدود على من يستحقها، ولا يمنع هذا أن يكونوا تائبين فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. الله إليكم. يقول: ما حكم إيراد قصص التائبين مع إضافة مواقف فيها كذب ليزداد أثرها على السامعين ولتكون أبلغ في الوقت؟ الكذب لا يجوز، والذي يدعو إلى الله لا يكذب، كيف يدعو إلى الله وهو يكذب؟ هذا لا يجوز، والله جل وعلا أغنانا عن الكذب بما في القرآن والسنة من الحث على التوبة والترغيب فيها، فنحن نحث الناس على ما في الكتاب والسنة ولا نأتي بالكذب، فإنهم إذا علموا وسيعلمون أن هذا كذب فلا يقبلون موعظتك ويستهترون به ويقولون هذا كذب. ألزم الصدق يا أخي، حتى القصص التي لا أصل لها وهي مذكورة ومكتوبة في الكتب لا تذكرها إذا لم تثبت، لا تذكرها. ولهذا نهى العلماء عن الاستماع أو تمكين القصاص، القصاص الذين يقصون على الناس ويأتون بالقصص ولا يتثبتون فيها، العلماء كانوا يمنعونهم لئلا يروج الكذب عند الناس ولئلا يشوهوا الدعوة والوعظ. الدعوة تكون بالصدق بالكتاب والسنة بسير الصالحين والتائبين إلى الله سبحانه وتعالى. الله أغنانا بالصدق عن الكذب، وأنا أحذر الدعاة من أن يتساهلوا في الكذب ويقولون هذا للمصلحة، لا، لا يتساهلوا في الكذب أبدا، وإنما يقولوا كلمة الحق
من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سير الصالحين والتائبين إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليه وسلم. كثير من التائبين يهجم عليهم الشيطان فيوسوس لهم بقوله من خلق الله، ويأتي بشبهات فكيف السبيل من ذلك. هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان يأتي إلى أحدنا فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فإذا وصل إلى هذا لينتهي وليقل آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه. هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله إليك يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص توفي بالسرطان وكان سببه تعاطيه الدخان والشيشة، هل يعتبر المتوفى تحسى ثم وقتل نفسه فيكون من أصحاب النار جزاكم الله خيرا؟ يعتبر عاصيا، يعتبر عاصيا، ونرجو له الرحمة والمغفرة ما دام أنه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان بالله ورسوله، فهو مؤمن، مؤمن عاصي، والله يغفر سبحانه وتعالى للمؤمنين والمؤمنات، ولا يعتبر ممن تحسى سما وقتل نفسه، لأنه ما أراد هذا، ما أراد هذا، وإنما أوقعه الشيطان والهوى في المعصية ولم يتعمد قتل نفسه. الذي يتحسى السم تعمد قتل نفسه، أما هذا فلم يتعمد هذا الشيء، لكنه وقع في المعاصي فهو مذنب وعاصي، وهو تحت مغفرة الله ومشيئة الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو منكم يا شيخ شرح قول تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى تعذيبنا، إذا تبنا إلى الله وشكرنا الله سبحانه فإن الله ليس بحاجة إلى تعذيب العباد، وإنما يعذب من لم يتب، ومن لم يسلم ويؤمن هذا هو الذي يعذب، والله لا يود العذاب لنا ولا يود العذاب لعباده، بل يريد لهم الرحمة ويريد لهم المغفرة، إلا إذا تمردوا على الله وعصوا ربهم سبحانه مستكبرين عن طاعته وعبادته، فهم الذين جنوا على أنفسهم ولم يعملوا أسباب المغفرة والرحمة. نعم. صلى الله عليه. يقول: معي في الدوام ناس يسبون عائشة رضي الله عنها، فماذا أفعل معهم، وهل أقتص منهم أم أرد عليهم، وبماذا أرد عليهم وجزاكم الله خيرا؟ أنت في بلاد المسلمين وفي دولة إسلامية، فإذا أظهر أحد منهم فسبت عائشة أو أحدا من الصحابة فعليك أن تبلغ، تبلغ المسؤولين، تبلغ أولا مدير المدرسة، فإن أجد هذا وإلا تبلغ وزارة المعارف، وتبلغ أيضا القضاة، وتبلغ الهيئة، رجال الهيئة، من أجل أن يتعاونوا على كف هذا العدوان وهذا المنكر، ويبعدوا هذا الضال المضل، لئلا ينشر هذه الفكرة الخبيثة بين الطلاب، ولا يجوز السكوت عليه أبدا، ولا يكفي الرد عليه، لا بد يتخذ معه الإجراء الصارم. نعم. الله إليكم. يقول: إني شاب تائب من الله عز وجل، فما الكتاب الذي تنصحونني بقراءته لتزكية نفسي وعباد تعلق بالألحان والأغاني والصور المحرمة والعشق، جزاكم الله خيرا؟ أوصيك بالإكثار من تلاوة كتاب الله، فلا أبلغ ولا أحسن من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيه المواعظ، فيه التذكير، فيه الترغيب والترهيب، فيه الأخبار الصادقة، فعليك بتلاوة كتاب الله وقراءة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة كلام أهل العلم في الكتب الصحيحة،
مثل رياض الصالحين للنووي، الترغيب والترهيب للمنذري، هذه فيها خير كثير وعلم غزير، وفيها إرشادات لمن يريد الاستقامة. وعليك أن تقرأ أيضا بسير الصالحين، سير الصحابة، سير الآئمة الصالحين، فإنها تعينك على الاقتداء بهم والسير على منهاجهم. نعم. الله إليك. يقول رجل مضى عليه أكثر من 30 سنة وهو مخاطب عمته أخت والده على سبب إثم، ولا زال مستمر عمره حوالي 80 سنة ولم يستمع لأي نصيحة، ما هو مصيره لو مات على هذه الحال وجزاكم الله خيرا؟ مصيره يكون قاطعا للرحم، وعليه الوعيد الشديد، عليه الوعيد الشديد في قطيعة الرحم، فعليه أن يبادر بالتوبة، وعليه أن يصالح قريبته ويطلب منها المسامح. والدنيا فانية، يقطع الرحم بسبب طمع دنيوي، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، لا يسبب هذا القطيعة بسبب دنيا. إذا ثبت كلامه ربما يكون هو المخطي، لكن إذا ثبت كلامه وأنها ظلمته في شيء من ماله فعليه بالمسامحة والعفو. قال الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. هذا مع الناس عموما، فكيف بالقريب؟ فعليك بالتسامح مع قريبتك والمصالحة معها واستدراك الأمر قبل أن تموت وأنت قاطع لرحمك. نعم. الله إليكم. يقول: أنا شاب أدعو إلى الله في المساجد، ولكن عندي من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم، ويقول لي الشيطان: كيف تدعو إلى الله وأنت تعمل الذنوب؟ فما توبيك؟ نعم، تتوب إلى الله من الذنوب، تتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي لأنك تدعو إلى الله، فلتكن قدوة حسنة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أن تحث الناس على التوبة، لماذا لا تتوب أنت؟ الله يعلم من حالك ما أنت مصر عليه، والناس لا يعلمون، فعليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تترك الدعوة إلى الله. إذا كان عندك علم يستفيد منه الناس لا تترك الدعوة، عليك بالأمرين: التوبة إلى الله مع الاستمرار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: كيف يتوب من حصل على شهادة مدورة ولم يدرس ومع ذلك حصل على هذه الشهادة بالمال؟ هذا أجبنا عنه في أول سؤال، أنه قد أساء وأثم في تزويره وكذبه، ولكن إذا قام بالوظيفة على الوجه المطلوب وأدى العمل على الوجه المطلوب فإنها تبرأ ذمته من ناحية العمل، وتبرأ ذمته من ناحية الكذب بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. نعم. الله إليكم. يقول: ينصح بعض الأطباء من أراد ترك التدخين بالتدرج في ذلك، فهل يصلح هذا أم لا بد أن يقلع عنه مرة واحدة؟ يقلع عنه مرة واحدة لأنه ضرر محض وخبيث، ولا حاجة إلى التدرج، يتركه مرة واحدة ويعزم على ذلك ويعينه الله عز وجل. نعم. الله إليكم. يقول: هل حضور مجالس العلم التي فيها بعض المنكرات في التصوير وغير ذلك هل يجوز لي حضور ذلك؟ نعم، تحضر للفائدة، وإذا كنت تقدر على الإرشاد والنصيحة للذين يصورون فإنك تنصحهم وتنكر عليهم، لكن لا تنحرم من النصيحة والفائدة. نعم.
الله عليك يقول: ما واجبي نحو من كان ملتزما ثم بدت عليه آثار الرجوع والانتكاسة بدون جزاء من الله خيرا؟ عليك بنصيحته يعني يستمر على الاستقامة ويتوب إلى الله مما حصل منه، لا يبطل عمله الماضي بالانتكاسة، يبطل عمله وتعبه، فعليك بمناصحته. وإذا كان سبب وقوعه في المخالفة أنه يصاحب أناساً غير مستقيمين، أو أنه يجلس مجالس فيها سوء، إنه يتركها ويبتعد عنها، يقطع الأسباب التي تسبب له المعصية، ويكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن، ويحافظ على الصلوات. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أعظم الأسباب على ترك الفحشاء والمنكر محافظة على الصلوات الفرائض، وكذلك النوافل، فإنها الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، أنا لا أستيقظ لصلاة الفجر مع أني أصلي الوتر قبل أن أنام وأوقف الساعة، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت الساعة لا توقظك فعمد من يوقظك من أهل بيتك ومن حولك أو من جيرانك، عمد من يوقظك. وأيضا أخشى أنك تسهر ولا تنام إلا آخر الليل، فعليك أن تبكر بالنوم من أجل أن تأخذ حظك من النوم وتقوم في آخر الليل، تقوم لصلاة الفجر، بكر بالنوم، فإن هذا من أعظم العون على القيام لصلاة الفجر، مع العزيمة القوية والنية الصادقة أنك ستقوم، وتسأل الله أن يوقظك وأن يعينك. بهذه الأمور إن شاء الله ستستيقظ. نعم. الله إليك يقول: ما حكم من يقول: أنا أستمع إلى تناشيد الإسلامية من أجل التوبة لأن فيها تأثيرا على القلوب وجزاك الله؟ لماذا لا تستمع للقرآن الذي يحث على التوبة؟ لماذا لا تستمع لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما تتوب إلا بالأناشيد؟ أين ذهب الاستفادة من القرآن والاستفادة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، اقطع الأناشيد وأقبل على القرآن، وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى كلام أهل العلم. هذا هو السبيل إلى الاستقامة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الله إليك يقول: أنا كنت لا أصلي والآن أصبحت أصلي، فماذا يلزمني من كنت؟ لك بالمحافظة على الصلاة في المستقبل، ويتوب الله عما حصل وفات، التوبة تجب ما قبلها. نعم. الله إليك يقول: ما رأيك يا شيخ في شخص يقول: أنا أخاف أن تبت أن أرجع إلى ما كنت عليه في السابق، جزاك الله؟ يعني يخشى أنه ما يستمر على التوبة؟ لا، يستمر على التوبة، وهذا تخليل من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، فيترك هذه الوساوس، يتوب إلى الله ويعزم، يستعين بالله عز وجل. نعم. الله إليكم يقول: هل يحل لي بيع الأجهزة كالجوال بالكاميرا أو التلفاز وأنا لا أدري عن مشتريها، هل سيستخدمها في مباح أم لا؟ لا تشتغل ببيع الجوالات التي فيها كاميرات ولا ببيع التلفاز، ابتعد عن هذه الأمور، تسلم ذمتك من هذا. نعم. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الكباب بعد التوبة؟ الأسباب التي تؤدي إلى الثبات أنك تعزم على التوبة عزيمة صادقة، وأن تصاحب الصالحين، تجالس الصالحين، وأن تكثر من تلاوة القرآن والذكر والأوراد الصباحية والمسائية، وأن تطلب العلم، العلم النافع. الأسباب كثيرة كثيرة ولله الحمد. المحافظة على الصلاة هذه أعظم الأسباب،
يحافظ على الصلاة مع الجماعة، وهذا مما يقوي إيمانك ويقوي توبتك. نعم. صلى الله عليكم. هذه سائلة تقول: إذا كان زوجي يتابع الأفلام الخبيثة وحاولت على نصحه، لكن للأسف أحيانا نكون معا ويفتح هذه الأفلام ولا يسمح لي بالخروج، فأضطر أن أكون عنده، فبماذا تنصحني؟ لا، ما في ضرورة أنك تكوني عنده، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، اخرجي من عنده. وإذا ألزمك طالبي بالفراق منه، طالبي بالفراق منه والطلاق منه لئلا يوقعك فيما هو أشد والعياذ بالله، فهذا زوج لا خير فيه، فإن تاب واستقام الحمد لله، وإلا فاطلبي الفراق منه. نعم. هذا يسأل عن كيفية التخلص من وساوس الشيطان في الصلاة. استعاذة بالله من الشيطان في أول الصلاة، وحضور القلب، وأن تتذكر من أنت واقف بين يديه وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكرت عظمة الله وأنك واقف بين يدي الله ذهب عنك الوساوس. وأيضا لا تدخل في الصلاة وأنت مشوش الفكر، إما بأن تكون بحضرة طعام فتدخل في الصلاة ونفسك تشتهي هذا الطعام، كذلك إذا كنت مشغولا بالحدث البول أو الغائط تخلص قبل أن تدخل في الصلاة وتوضأ حتى تدخل في الصلاة وأنت مستعد لها. اقطع الشواغل التي تشغلك وأنت في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وسؤالي: هل يجب علينا المتابعة ونستغفر الله بهذه الطريقة؟ نعم، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير، فأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله اليوم أكثر من 100 مرة، وكان الصحابة يحصون له في المجلس الواحد أنه يقول استغفر الله أكثر من 70 مرة، الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فعلينا ذنوب كثيرة، فالاستغفار في حقنا آكل، علينا أن نكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أحد يستغني عن التوبة والاستغفار مهما كان، لأنك مقصر في حق الله. لو صليت الليل والنهار وصمت الدهر وجاهدت وعملت كل الأعمال فأنت مقصر في حق الله، تحتاج إلى الاستغفار عن هذا التقصير. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا شخص مصاب بالعجب والكبر، كيف يتوب؟ وجزاكم الله خيرا. أعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويذكر ما توعد الله به المستكبرين، فهذا إن شاء الله سيحمله على التواضع وعلى ترك الكبر. نعم. الله إليكم. يقول: أنا شاب ملتزم، وفي بعض الأوقات يأتيني تكاسل في العبادات، فما هي الوسائل التي تبعث الذمة لعمل الطاعة؟ نعم، لا تندفع مع الكسل، لا تندفع مع الكسل، تطاوع نفسك، بل عليك بتعويد نفسك على الطاعة وعلى الحزم، فإن النفس إذا عودتها اعتادت. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. عود نفسك على الطاعة وروضها على ذكر الله وعلى طاعة الله، تعتاد هذا وتتلذذ به في المستقبل. لا تطاوع نفسك الأمارة بالسوء، لا تجالس أهل السوء، لا تغفل عن ذكر الله عز وجل. نعم. الله إليك. يقول: كثير من الدعاة يكثر من إنكار المعاصي عموما، ولكنه لا يتعرض لإنكار البدع، فهل هذا المنهج صحيح؟
ينكر البدع وينكر المعاصي، لا يهتم بشيء ويترك شيء. عليه إذا كان عنده مقدرة وعلم أن ينكر البدع أول شيء ثم بعدها المعاصي، ولا يسكت عن شيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، ابتلي الناس في هذا الزمان وفتنوا بفتنة الأسهم والكتاب والمضاربة، فمنهم من تورع ومنهم من خاض فيها ومنهم من تردد، وتارة يتورع وتارة يقوم بناء على فتاوى الجواز أو فتاوى التحريم، فما ترجيه سماحة الشيخ؟ لا شك أن طلب الرزق والاكتساب أمر مطلوب، ولكن يكون هذا بالطرق المشروعة والمباحة، ولا يكون بالطرق المحرمة والمجهولة، يكون بالغرض والجهالة والمخاطرات التي لا يدري عنها. لا يضع رأس ماله إلا في شيء يعرفه ويحيط به، أما أنه يدفعه في أشياء لا يعرفها ولا يدري عنها ويغامر مع الناس بدون بصيرة، فهذا هو الذي أوقع الناس. دعنا من الفتاوى ودعنا من أقوال من قال، انظروا إلى الواقع، انظروا إلى الواقع، والسعيد من وعظ بغيره. انظروا ما لا حصل لمن غامروا ودخلوا في هذه المساهمات، ماذا حصل لهم من النكسات ومن هلاك الأموال، وما ركبهم من الديون وما خسروه. الواجب أننا ننظر في هذه الأمور ونمسك أموالنا نتصرف فيها نحن، ولا نعطيها لغيرنا ممن لا نعرفه ولا نثق به. علينا أن نمسك أموالنا وأن نتصرف فيها نحن على بصيرة وعلى طريق سليم. لا بأس أن تدفع المال مضاربة لشخص تثق به أو في شركة تعرف نظامها وتعرف عملها، لا بأس بذلك. أما أن تدفعه في لجة بحر لا تدري ما مآله ومن يتصرف فيه وكيف التصرف، لماذا يتصرفون، يبيعون ويشترون أو يرابون أو غير ذلك أو يقامرون أو ما أشبه ذلك، هذا لا تدخل فيه. الشيء الذي لا تعرفه لا تدخل فيه إن كنت تريد السلامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، لماذا يصعب على المرتجع التوبه كما يذكره اكثر العلماء جزاكم الله خيرا؟ لانه يرى انه على حق. المبتدع قل ان يتوب لانه يرى انه على حق، والشيطان ايضا يؤزه ويزين له البدع، بخلاف العاصي فانه يعرف انه مخطئ. العاصي يعرف انه مخطئ فلذلك يتوب الى الله، اما المبتدع فيرى انه على صواب فلذلك لا يتوب إلى الله. نعم. صلى الله عليكم. يقول، ما نصيحتكم لمن ابتلي بترك صلاة الفجر فلا يصليها إلا بعد طلوع الشمس حتى صار عادة عنده؟ لا تصح من هذا، ما صلى. الذي يستمر على أنه ما يصلي إلا بعد طلوع الشمس هذا ما صلى، هذا تارك للصلاة، فعليه التوبة إلى الله قبل الممات، ويبادر بالتوبة ويحافظ على الصلوات الخمس والفجر بالذات، لأنها ينام عنها بعض الناس يتكاسلون، فعليه أن يتدارك نفسه قبل أن يموت وهو على هذه الحالة مضيع للصلاة. أما تعمد تأخيرها إلى أن يخرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولا تصح. نعم. الله عليكم. يقول، ما حكم سماع الموسيقى ومشاهدة النساء في التلفاز بحجة أنهما تكون دائما بين البرامج الإخبارية وغيرها وجزاك الله؟ لا تستمع إلى الموسيقى ولا تنظر إلى النساء في التلفاز، وبيدك إغلاقه
إذا جاءت الموسيقى أو جاءت النساء فعليك بإغلاقه والتماس البرامج النزيهة التي ليس فيها هذه المنكرات. نعم. الله عليكم يقول: إذا تاب صاحب البدعة هل يجب عليه أن يبين ما كان عليه من بدعة أو يصبر على نفسه؟ إذا كانت بدعة انتشرت عند الناس فعليه أن يبين أنه تراجع عنها لئلا يغتر بها أحد من الناس. أما إذا كانت بدعته ما انتشرت ولا عرفت فهو يتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا يكفي. نعم. يقول السائل: من شروط التوبة العزم على ألا يعود، فهل معنى ذلك أنه إذا عاد أنه لم يتب حقا، لأن الشر مصدر بقوله العزم ولم يقل التوبة؟ لا، هو قد يعزم على أن لا يعود لكن يغلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء فيعود، فلا يقنط من رحمة الله، يعيد التوبة، يتوب إلى الله ولا ييأس، لأنه وإن كان عازما على أن لا يعود فقد يغلبه الهوى والنفس والشيطان فيقع في المعصية، لكن باب التوبة مفتوح يبادر بالتوبة، والله يقبل التوبة ممن تاب. نعم. الله إليكم يقول: أنا تبت إلى الله وأسأل الله عز وجل أن يثبتني وأجد النصور من الناس خاصة الأقارب في الاجتماعات، وأجد أيضا بعضهم يثني علي أمامي ويمدحني وأحاول جاهدا نصحهم وأخافهم الأنبياء، فلماذا توجهوني؟ إذا كانت المجالس نزيهة فلا تنعزل عنها، خلك مع الناس الطيبين، احضر مجالسهم خصوصا الاقارب واهل البيت، اجلس معهم واستانس بهم وانسهم، هذا من الصله ومن اذهاب الانفراد والوحده، فان الشيطان يتسلط على المنفرد والمنعزل عن الناس، فلا تنعزل الا عن اهل الشر، أهل الشر انعزل عنه، أما أهل الخير والذين ليس عندهم منكرات فاجلس معهم، وهذا أحسن من انفرادك، إلا إذا كنت منشغلا بطلب العلم أو بقراءة أو بنصر شيء من الكتب تنفرد من أجل هذا لا بأس بذلك، لأن هذا عذر واضح. نعم. يقول هذا السائل: يقول بعض الناس أن أخذ الغرامة في قيام شخص صدمة بسيارته بدفع تعويض لك أنه حرام، ويقول إن الغرام حرام، فما ردنا عليهم وهل يجوز أخذ التعويض على هذا أم يحكم من أخذه؟ هذا كلام ليس بصحيح. إذا صدم سيارتك وترتب على هذا أنه نقصها وأنها تحتاج إلى إصلاح وأخذت غرامة من أجل النقص الذي حصل في سيارتك فهذا حق لك، إلا إن سمحت به، إن أخذته فهو لك وإن سمحت به فلا بأس، أما أخذ الغرامة الزائدة عن الحق هذا هو الحرام، أن تأخذ أكثر من حقك هذا هو الحرام. نعم. هذا سؤال يقول: هناك في هذه الأيام يكتب في وسائل الإعلام ويفتح لهم مجال لإظهار صورة سيئة بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فنرجو منكم الرد على أهل هؤلاء المدنيين، وهل نأتمن بذا أن نرد عليهم؟ هذا ليس بغريب، شوهوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلموا في الرسول، تكلموا في الإسلام عموما، وأرادوا أنه أن يموعوا الإسلام ويجعلوه مثل الديانات الأخرى الكافرة، لا فرق عندهم، هذا ما يريدون، ليس بغريب أنهم يتناولون الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهم تناولوا الإسلام بوجه عام، تناولوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نستغرب أنهم يتناولون عالما من علماء المسلمين وإماما من أئمة المسلمين؟ هذا فرد من باطلهم ومن اعتراضهم على دين الله سبحانه وعلى أهل الدين، لا نستغرب هذا منهم.
ولكن الحمد لله هم لا يضرون إلا أنفسهم، والإسلام بخير والدعاة إلى الله بخير. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نرجو له الخير، ولن ينقصوه ولن يضروه، بل إنما يضرون أنفسهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فإنما يضرون أنفسهم ولا يضر الله شيئا. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أرغب بالبر في والدتي، ولكنها لا تحترمني وتسبني وتطلق علي ألفاظا تحزنني، فكيف أتعامل معها؟ نعم، عليك بالبر بها والإحسان إليها ولو أساءت إليك، وأعتقد أو أظن أنها تقسو عليك بسبب تصرفاتك، فأحسن تصرفاتك معها ولا طفها ولن معها، فهي أحلم منك وأرحم منك بك، فعليك أن تحسن إليها وتستسمح منها وتلاطفها بالكلام، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والرب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. هذا السائل يقول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسهم فيه، فكيف تكون الاستقامة سبب للفتنة؟ الآية في تفسيرها قولا لأهل العلم: وأن لو استقاموا على الطريقة، هي الطريقة الصحيحة والإيمان، لسقاهم الله المطر، وإنما يحرمهم المطر بسبب ذنوبهم. هذا قول. قول الثاني: وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني طريقة الكفر، فالسياق في الكفار، لو استقاموا على طريقة الكفر فإن الله يستدرجهم، الله سبحانه يستدرجهم ويسقيهم المطر وهم على كفرهم من باب الاستدراج لهم، حتى يزيدوا من الذنوب فيزيد إثمهم والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: ماذا يفعل من تاب ويعيش في بيته، ولكن هذا البيت فيه معاصي سواء من الوالدين والإخوان، ولا يستطيع الإنكار عليهم، فهل يترك المنزل أم ماذا يفعل؟ إذا كان البيت له وهو القائم عليه فإنه يطهره من المنكرات، لأن له سلطة عليه. وأما إذا كان البيت لغيره وإنما يسكن مع أهله وهم على منكرات، وهو يستطيع أنه يخرج ويسكن في بيت آخر، فيجب عليه ذلك، يجب عليه أن ينعزل عنهم في بيت آخر. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أستمع إلى الأغاني، وكلما حاولت أن أتوب أرجع وأستمع مرة أخرى، فهل أدخل في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ يعني ما تستطيع تترك الأغاني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما يسعك إلا الأغاني، هذا كلام باطل. الأغاني محرمة، وأنت تصبر عنها إذا أردت أنك تصبر عنها، ليست من الضروريات وإنما هي من المحرمات، فابتعد عنها وتب إلى الله واترك عنك وساوس الشيطان والمعوقات. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عامل أجنبي، وتركت شغلي مع شركة أولى ثم عملت مع شركة أخرى بدون نقل كفالة، والآن صاحب الشركة الأولى سلم جوازي عند الجوازات، وأنا لا أريد أن أرجع إلى بلدي لأنها بلد كفر، فهل علي إثم إن بقيت لأني أخاف على ديني؟ هذه مسألة نظامية، لأن العمال لهم نظام، فأنت تمشي على نظام العمال وتأتي بطريقة صحيحة نظامية ولا يعارضك أحد، أما أن تبقى بدون نظام فهذا يعرضك للمسؤولية والإبعاد، فعليك أن تبادر لتعديل وضعك عند المسؤولين وعند الذين
يملكون النظر في المستقدمين عليك أن تبادر بذلك، وإذا تيسر لك واسطة صالحة من أهل الخير والسطول لك يعدلون وضعك مع المسؤولين هذا شيء طيب. المهم لا تبقى مكتفيا ومخالفا للنظام، بل اعمل على إزالة معارضتك للنظام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نرجو الله أن يثبتنا وإياك. أنت تقول أنك مسلم وإن بلادك بلاد كفر تخشى من الفتنة إذا رجعت هناك، الله سيعينك إن شاء الله، لكن ابذل الأسباب ولا تسكت على هذا الوضع، تسعى في تعديله. نعم. الله إليك، نقول لو مات العاصي وفي نيته أن يتوب فهل تقبل توبته؟ ما تكفي النية، لا بد من التوبة بالفعل. فإذا كان نوى أن يتوب ومات قبل أن يتمكن من العمل فهو على نيته، أما إذا تمكن من العمل وتكاسل حتى مات فهذا لا تكفي النية لأنه هو المفرق. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل يحكم أن يستمع إلى الأناشيد المصحوبة في الدفء؟ الأناشيد لا يجوز الاستماع إليها ولو كانت مجردة من الدفء، فإذا كان معها دفء هذا منكر آخر، عليك أن تبتعد عنه. الناس بليوا بها الأناشيد، بليوا بها الأناشيد، من اللي جابها لنا؟ إنما أتى بها لنا الحزبيون أو الصوفية، علينا أن نتركها ونبتعد عنها. نعم. الله إليكم، هذه فتاة أغرت صاحبتها بالصور الفاتنة فبتنت بها ثم آل بها الأمر إلى أن وقعت في الفواحش ثم ماتت من مرض بسبب ذلك، فكيف تتوب علما أن صاحبتها رفضت أن تسامحها في أيامها الأخيرة؟ يعني تحملت إثما عظيما وتسببت في وقوع هذه المرأة في المعصية حتى ماتت، عليها إثم عظيم، لكن عليها التوبة إلى الله عز وجل وتسأل ربها أن يعفو عنها ويسامحها، وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، تصلح حالها وتتوب إلى الله وتستغفر وتندم وتتصدق عن هذه المرأة وتستغفر لها وتدعو لها. نعم. الله إليكم، يقول هل يحسن المعلمين والمعلمات إذا أخذوا الهدايا من الطلاب والطالبات بعد تدريسهم؟ لا يجوز للمدرس أن يأخذ هدية من الطلاب لأن هذه رشوة، لأنه مسؤول عن هذا الطالب، يصحح له جوابه ويضع له الدرجة ويكتب ما يلزمه نحوه من حسن السيرة والسلوك وغير ذلك، فلا يجوز له أن يأخذ الهدايا من الطلاب لأن هذا من الرشوة. نعم. صلى الله عليه وسلم، يقول كثير من النساء لا تزكي الحلي، وماذا يجب عليهن إذا علمن بذلك؟ الحلي الذي يلبس ليس عليه زكاة واجبة عند جمهور أهل العلم، الذي يلبس ويعد للبس ليس فيه زكاة واجبة عند جمهور أهل العلم، لكن إن أرادت أن تزكيه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، فهذا راجع إليها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول والدي لا يعمل ويطلب مني مصروفا وأنا أعطيه بقدر استطاعتي، ولكنه لا يرضى بالذي أعطيه علما بأني أعلم علم اليقين بأنه أو بأن المبالغ التي أعطيه إياها يصرفها في الدخان وغيرها من المحرمات، فماذا يجب أن أفعل؟ حقه واجب عليك، إذا كان ليس له دخل فإنك تنفق عليه على حسب مقدرتك، وتنصحه عن استعمال الدخان وتقول له أنا لا أسمح لك لهذا المال أن تصرفه في الدخان، فإن صرفته فهو على ذمتك وأنت المسؤول عنه وأنا منه بريء، فتخوفه بالله وتنصحه. نعم. صلى الله عليه وسلم، يقول ما هي علامات صدق التوبة؟ إصلاح العمل، علامات صدق التوبة إصلاح العمل وترك الذنوب والمعاصي. نعم.
الله إليكم، يقول أنا مقيم في المملكة العربية السعودية وأنا مع عائلتي، ولكني بعيد عن والدتي ووالدي أكثر من 10 سنوات، ولي اتصال يومي مع والدتي وهي راضية عني، فهل آثم في غياب هذا؟ ما دمت غائبا لطلب الرزق وأنت تتصل بها وهي راضية عنك فليس عليك إثم في هذا. يقول السائل: ما هي كفارة غيبة العلماء والمشايخ، وهل غيبتهم أعظم من غيبة غيرهم؟ نعم، غيبة العلماء أعظم من غيبة غيرهم، لأنهم يحملون العلم ويرشدون الناس ويفتون الناس ويقضون بين الناس ويقومون بأمور الدين، فلماذا تغتابهم ولماذا تتنقصهم؟ الواجب العكس، أنك تثني عليهم وأن تدعو لهم وأن تقتدي بهم، وإذا وقع منك شيء من هذا فعليك المبادرة بالتوبة من اغتياب أهل العلم، عليك بالمبادرة بالتوبة، ترك هذا العمل السيء. وإذا كان الذي تغتابه معين فلا بد أن تطلب منه المسامحة إذا كان معين، أما إذا كان غير معين وأنت تذم أهل العلم عموما وأهل الخير عموما هذا ما فيه إلا التوبة إلى الله وترك هذا الشيء والدعاء للعلماء والاستغفار لهم. نعم. الله إليكم، يقول هذا الشاب أو هذا الشاب يريد أن يذهب إلى الجهاد الآن، ويقول لأهلي أنه سيسافر إلى مكة، فهل يأثم بعدم استئذانه منهم؟ نعم، أول شيء الجهاد وين هو الجهاد الشرعي؟ ومن الذي يتولاه؟ تحت أي قيادة؟ تحت أي راية؟ الجهاد إنما يكون تحت راية ولي أمر المسلمين، إذا أمر به وجند الجنود فإن الذي يريد الجهاد يتقدم إلى هذا الجند أو هذه السرية التي نظمها ولي أمر المسلمين. أما فوضى ولا تدري من هو الذي يقود الجهاد ولا، فهذه من الفوضى، هذه ناحية. الناحية الثانية، إذا كان والداك يمنعان من هذا إذا ذهبت فأنت عاق لوالديك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يستأذنه في الجهاد، قال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فيهما فجاهد، طاعة الوالدين مقدمة. نعم. الله إليكم، يقول معالي الشيخ: ماذا يفعل من تضيع عليه وظيفته صلاة الجماعة يوميا خاصة صلاة الظهر؟ لا تضيع الوظيفة، ما تضيع، كل الناس موظفين يصلون والحمد لله، يصلون مع المسلمين مع الجماعة، ولا تضيع عليهم وظائفهم صلاة الجماعة. وإذا قدر أن صاحب العمل يمنعك من صلاة الجماعة فليس له الحق، صاحب العمل ليس له الحق في منع الصلاة مع الجماعة، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى، فلا يصلح من أصحاب الأعمال أن يمنعوا العمال من أداء الصلوات، أو المدير في الدائرة أن يمنع الموظفين من الصلاة، فإن أراد منعهم فلا يطيعوه، إن أراد منعهم فلا يطيعوه في هذا. نعم. الله إليكم، يقول: كثر التبرج في هذا الزمن باسم الموضة، ونرجو من فضيلتكم نصيحة لهؤلاء النساء. على نساء المسلمين بنات المسلمين عليهم التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، والالتزام بالحجاب والستر والعفاف وعدم التبرج، فإن التبرج وهو إظهار تزين في الأسواق عند الخروج، تبرج في الثياب زينة، وتبرج بالطيب، والتبرج بالسفور، هذه محرمات. على المرأة المسلمة أن تتقي الله، أن تلزم الحجاب، وأن تتستر عند خروجها، ولا تنظر إلى المفتونات التي قال عنهن الرسول صلى الله عليه وسلم إنهن مائلات مميلات
رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة وهن كاسيات عاريات. فعلى المسلمة تتقي الله وأن تحذر من هذه الأمور، وعلى ولي أمر المرأة أن يلزمها بذلك ويراقبها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قوا أنفسكم وأهليكم نار. كثر الآن من النساء من يخرجن إلى الحفلات وإلى الاستراحات في بيوت الأفراح وهن كاشفات لأبدانهن، كاشفة لصدرها، كاشفة لظهرها، كاشفة لعضديها وذراعيها، كاشفة لساقيها، لابسة لباسا لا يستر. فعلى النساء المسلمين أن يتقين الله عز وجل وأن ينقذن أنفسهن من هذه الورطة الخطيرة، أن يتقين الله. وعلى أولياء أمور النساء أن يراقبهن ويمنعهن من هذا التصرف السيء. نعم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: هل صحيح أني إذا تبت توبة نصوحة تبدل السيئات أتناد ولا تبقى أي سيئة ماضية؟ هذا في قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا مذكور في القرآن: الذي يتوب إلى الله توبة صادقة